Down, down. Criminal family. Murderers. Baby killers. Dictators. Fascists. Leave Bahrain. Leave Bahrain. Hands off. Yemen. Hands off. Yemen. The whole world you will see. Bahrain will be free. شعب البحرين لن ينسى ذلك اليوم الأسود الذي انتهكت فيه القوات السعودية سيادته مع القوات الإماراتية. ذلك كان يوما أسود في تاريخ الخليج، فهو عدوان على شعب آمن، هو تدخل في شؤون بلد يفترض أن يكون ذا سيادة. لكن مع الأسف الشديد السعوديون والإماراتيون لم يراعوا حق هذا الشعب ولم يحترموا سيادته، بل انتهكوا ودخلوا وشاركوا في قتل المواطنين. وجمجمة الشهيد أحمد فرحان شاهية على ذلك، فقد بقيت أثرا إلى يوم القيامة على هذا العدوان الذي شنه السعوديون والإماراتيون في ذلك اليوم الأسود. حقيقة كشاهد للعيان شاهد كيف أن بعض القوات السعودية تتخفف بعض الأحيان في زي الشرطة البحرينيين بلهجتهم السعودية، وكانوا يساهمون في قمع الشعب البحريني. بعد 9 سنوات نجد بأن الشعب البحريني أبدا لم ينثني، لم يتراجع عن مطالبه، فلم تتحقق أهداف الغزو السعودي إلى البحرين، ولم يستطيعوا أن يثنوا الشعب البحريني. They went on. They didn't win that accusation, and they went on to wage war with their other dictators in the Gulf region and in the Arab world. السعودية ارتكبت جرائم في البحرين وارتكبت مجازر ومأساة إنسانية على مستوى العالم في اليمن، بل أن النظام السعودي لم يكتفي بالاعتداء على دول الجوار وشعوب دول الجوار، وإنما بدأ يتآكل من داخله. فمحمد بن سلمان لم يتورع حتى من اعتقال أبناء عمومته لسلامة ملكه وسلامة كرسيه. هذا ما حدث أيضا في البحرين. 1, 2, 3, 4. Saudi is a terrorist state. Bani Saud, you will see. Bahrain will be free. Bani Khalifa, you will see. Bahrain will be free.